طيب الاهلي بالتاكيد اتحرك على او اتحرك لدعم فريقه الموسم اللي جاي. في اسماء بدات تتردد وفي اسماء بدات يتقال ان الاهلي انهى معاها الاتفاق فعلا. مين ابرز الاسماء اللي ممكن نقول الاهلي انهى معاها الاتفاق فعلا او الاسماء القريبه جدا من الاهلي؟ طيب اللي مضى واتصور مع الكابتن امير توفيق والصوره الرسميه بتاعت الاعلان اللي بيتم الاعلان عنها اللي مخلصين شغلنا من بدري، مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا ومصطفى شلبي جناح نادي انبي. دول الصفقتين اللي وقعوا تماما للنادي الاهلي في انتظار انهاء المفاوضات مع سيراميكا او نادي انبي. وان شاء الله يعني حسب مصادرنا في النادي الاهلي قال لك المفاوضات شبه محسومه في ظل في موافقه من قبل الناديين لبيع اللاعبين للنادي الاهلي. دي ابرز الاسماء اللي وقعت بالفعل. في بقى ملف تاني، الاهلي لحد دلوقتي بيدور على جناح اجنبي ومهاجم متميز اجنبي، فمش لاقيين. كان في براجا لاعب مهاجم سانتوس، المقابل المادي عطل الصفقه ووقف المفاوضات. في لعيب لعب لمنتخب غينيا اسمه دفاكو حاجه زي كده، بوفوردي، بيلعب منتخب غينيا وبيلعب في نادي بلجيكي في الدرجه الثانيه، واخد احسن جناح في الدوري البلجيكي السنه اللي فاتت، تقريبا جايب 11 جون. ده ابتدوا يتكلموا معاه، خصوصا ان هو بيلعب في منتخب غينيا الاول، ابتدوا يتكلموا معاه وزميل نبي كيتا، ولعب هنا في التصفيات المباراه اللي كانت امام الكابتن ايهاب جلال، كان موجود مع منتخب غينيا. ده بيفكروا فيه. مركز حراسه المرمى لسه في كلام، هل هيطلع الكابتن مصطفى شوبير هيروح اعاره، هل الكابتن علي لطفي مكمل، هل هنجيب حد مع الشناوي. في الفتره اللي فاتت طرح اسم محمد صبحي، لا محمد صبحي الدنيا بعيد. اللي كان فعلا قريب كان الكابتن محمد ابو جبل، ودي معلومات بنقولها لاول مره، تواصل مع النادي الاهلي بعد فشل انتقاله للدوري السعودي وقال لك انا بقيت فري وجاهز امضي. النادي الاهلي عرض عليه 7 مليون جنيه في السنه عشان يوقع، فهو ساعتها شاف ان 7 مليون جنيه دول رقم قليل جدا، فابتدى يتفاوض تاني فوصل الرقم ل 10 مليون فوافق. بس النادي الاهلي هو اللي جمد الصفقه وقال له في نهايه السيزون هنشوف طلبات لجنه التخطيط والمدير الفني وهنشوف الحراس اللي عندنا وهنبقى نرد عليك. دي ابرز الصفقات. طبعا منطقه نص الملعب خلاص استمرار ديانج موجود. لا هجي لك بقى في اللعيبه اللي هتستمر واللعيبه اللي هتمشي. تمام. دلوقتي اتكلمنا على الصفقات. تمام. نكمل بقى فيما يخص صفقات نادي الزمالك. كل مره كده عند هواري تلاقي فيه، مره فاتت قال لي محمد شريف، اداني محمد شريف. طبعا الناس قالوا لي محمد شريف بجد؟ قلت لهم يا جماعه انا ما بقولش، احمد الهواري بيقول، واحمد الهواري عنده من المصداقيه ما يكفي بالمناسبه يعني. وعايز يمشي فعلا من النادي الاهلي محمد شريف. لعيبه كتير في النادي الاهلي عايز تمشي لان هي شايفه ان حققت مع النادي الاهلي نجاحات كتير جدا والجمهور بيطالبهم بالمزيد، فهم مش هيستحملوا الضغوط دي. عليا في اللعيبه اللي هرجي لك برضه. تمام. نشوف الراجل ده شايل حاجات كده. معاك انت. اتفضل يا صاحبي. طيب الاسبوع اللي فات اتكلمنا في حته اللعيبه الافارقه او الاجانب ده كريم، لان كمان الجمهور هو عايز كل عارف الصفقات اللعيبه المحليين. مين المرشحين؟ طب بنتكلم بقى على اللعيبه الاجانب. الزمالك الاسبوع اللي فات انا قلت لك ان اداره الكره استقرت على ان يكون اللعيبه الاجانب او التدعيمات ثلاث مراكز بعد بقاء المسلوسي وسيف الجزيري في الموسم الجديد، هيكون ثلاث لعيبه. الثلاثه دول ايه؟ وينجين ولاعب في خط النص. مين الوينج اللي الزمالك خلاص انهى كل حاجه معاه؟ انهى كل حاجه معاه لان وكيله من المقربين لاداره الكره بنادي الزمالك واتفق مع اللاعب وخلاص اللاعب قريب من الرحيل، هو ابراهيم النضاي. لو تفتكر كان بيلعب في نادي وادي دجله وطلع الدوري السويسري في فريق لوزيرن السويسري، اللاعب انهى كل حاجه. نادي لوزيرن كمان اعلن ان اللاعب هيخوض تجربه جديده وهيرحل خارج الدوري السويسري. اداره الكوره في الزمالك انهت اتفاقها مع اللاعب، شبه خلاص وقع. طبعا اليومين اللي فاتوا اتقال زكريا الوردي لاعب الرجاء، اللاعب عقده انتهى. بص فيما يخص ملف اللعيبه الاجانب دول، كل مركز فيه خمس مرشحين، واحد اثنين ثلاثة، فما بيطلع حاجة هو مرشح. يعني زكريا الوردي ده على الورق هو مرشح لإدارة الكورة. أنا قلت لك إبراهيم النضاي هو رقم واحد بالنسبة لهم كجناح، في وينج تاني هيجي لأن هما عايزين يدعموا بوينجين. خط النص زي ما قلت لك في زكريا الوردي، كان في يحيى جبران، كان في اللعيب اللي راح العين الإماراتي مهدي مبارك، فأكتر من اسم لكن كلهم مرشحين. الزمالك استقر على مين أجنبي؟ هو إبراهيم النضاي رقم واحد بالنسبة لهم دلوقتي. لسه لم يحسم لاعب خط الوسط ولم يحسم الجناح الثاني، خاصة ان هم صرفوا نظر عن التعاقد مع مهاجم افريقي. دول الثلاث مراكز او الثلاث لعيبه الافارقه اللي الزمالك بيفكر فيهم. المحليين زي ما كنا قلنا خلاص هم استقروا بشكل كبير على ان يكون التدعيم في البكرايت هو عمر كمال عبد الواحد وهي رغبته، واكثر من مرشح لسه بقى دونجا بيراميدز وعمرو السيسي زي ما كنا اتكلمنا قبل كده. طيب.